فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يقول: هل يستدل بها على عدم جواز قتل الوالد بولده؟ لا، هذا في المرضعات، في المرضعات الآية في سياق الرضاع الفطام: لا تضار والدة بولدها فتفطم قبل وقت الفطام، لأن هذا ضرر عليه، هذا في الرضاع. نعم. وكذلك الوالد لا يقطع نفقة المرضعة، لأن هذا يضر الولد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.